بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 21 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفتاح. للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بهم العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله اسما عظيما من أسماء الله تبارك وتعالى وهو الفتاح. والفتاح من الأسماء التي دلت عليها الأدلة، وهو مشهور عند أهل العلم، ورد في رواية الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن الحصين، وذكره من العلماء ابن منده وابن حزم وابن العربي وابن الوزير وابن حجر والبيهقي وابن عثيمين والمصنف هنا، فهو من الأسماء المشهورة عند أهل العلم، وقد ذكر بعض الأدلة عليه كقول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، فدل على إثبات هذا الاسم العظيم وهو الفتاح. والفتاح صيغة مبالغة من الفتح، ومعنى الفتح هو كل ما يضاف لله عز وجل من المعاني العظيمة، وقد ذكر المصنف معنيين يدل عليهما الفتاح. المعنى الأول يرجع إلى الحكم والقضاء، والثاني إلى ما يفتحه على عباده من العلم والأرزاق والخيرات، كل هذا يرجع إلى معنى الفتاح. والله عز وجل كل ما بالعباد من خير فهو منه سبحانه وتعالى، هو الذي وهبهم الخير، وهو الذي فتح لهم أبواب الخير ويسر لهم ذلك ودلهم وأرشدهم عليه، فهذا معنى اسمه الفتاح. المعنى الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله قال يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم، وهذا كما دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا قيل يوم القيامة، ثم يفتح بيننا قال الطبري يقضي بيننا، يفتح بيننا يقضي بيننا، وذلك القضاء العظيم الذي يقع يوم القيامة فلا تبقى معه مظلمة. ذكرنا أن قضاء الدنيا قد لا تستوفى فيها الحقوق، لأن القاضي قد يخطئ في الحكم، وقد يتعمد بعض القضاة يعني عدم العدل ويحمله
الميل إلى أحد الخصوم إلى عدم العدل. أما القضاء يوم القيامة فإنه لا يغادر مظلمة، كل المظالم تستوفى. والقضاء يحتاج إلى أمرين، إلى تمام العلم وإلى تمام العدل. ولهذا نلاحظ أن بعض القضاة قد يخطئ لا لنقص في العدل لديه ولكن لنقص في العلم، وهذا النقص في العلم إما أن يرجع إلى نقص بالعلم بالشرع أو إلى علم بالحال المعينة التي ينزل عليها الحكم، مثل أن ترفع للقاضي قضية متعلقة ببعض الحقوق الشرعية فيجهل الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة والحقوق، كالحقوق بين الزوجين والحقوق بين الأرحام إلى غير ذلك من أنواع الحقوق، فقد يقضي بما يخالف الشرع. وقد يكون عالما بالشرع لكنه تخفى عليه حال الخصوم، وهذا ليس بنقص في العلم الشرعي، بل قد يعرض لذوي الفضل في أن بعض الخصوم يكون ألحن وأقوى في حجته من بعض، فبفصاحته وببيانه يقلب الأمور ويغير الحقائق. وقد جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، فيقضي القاضي بنحو ما يسمع. وهذا الأمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت أو حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. الشاهد أن مخالفة الحكم الشرعي إما أن يرجع إلى جهل ونقص في العلم، والنقص في العلم إما نقص في العلم الشرعي أو نقص في بالعلم بالحال المعينة التي ينزل عليها الحكم. والأمر الثاني هو تمام العدل، فإذا وجد العلم بالشرع وبأحوال الخصوم ووجد العدل حصل الحكم الشرعي. هذا في الناس، رب العالمين هو أعلم بخلقه وبأحواله وهو بكل شيء عليم، وقد حرم الظلم على نفسه. ولهذا يلاحظ هنا أنه قرن بين الفتاح والعليم لما ذكرنا من أن القضاء يحتاج إلى علم، فهو عليم بشؤون خلقه وبما وقع بينهم من المظالم وبما حصل بينهم من الاختلاف العلمي والاختلاف في الحقوق المادية، وهو الفتاح العليم، أي يقضي بين عباده بعلمه فلا يبقى ظلم، تستوفى المظالم والحقوق إما بأخذ أهل الحقوق لحقوقهم من الظلمة أو بأخذ من سيئاتهم ووضع ذلك على الظالم أو بالعفو منهم، كما ورد أن أهل الجنة إذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة قبل الجنة يقتص لبعضهم من بعض من المظالم، ولا يدخلون الجنة إلا وقد استوفوا حقوقهم وقد ذهب ما في قلوبهم وفي نفوسهم من الحقد والضغينة التي هي من آثار الظلم الذي وقع عليه، فيدخلون الجنة كما وصفهم الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين.
لأنه لا تتم الأخوة والمحبة مع وجود شيء من الظلم. فإذا استوفوا حقوقهم ويعفو بعضهم عن بعض دخلوا الجنة، وهذا آخر ما يقضى فيه بين الناس وبين دخول الجنة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. لكن هؤلاء الذين يقفون على القنطرة كلهم من أهل الجنة، ومع هذا لم تضع الحقوق يقضي الله عز وجل بها. كذلك قول الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، بمعنى اقضي بيننا وبين قومنا، والله عز وجل يقضي بين عباده في الدنيا والآخرة. فما كان من الشرع بينه الله عز وجل عن طريق رسله، وقد يقضي الله بينهم بما يصيب الظالم من البلاء الذي يقع عليه بسبب ظلمه. ولهذا ذكر العلماء أن أعجل عقوبة تنزل بظالم وعاص هي الظلم وعقوق الوالدين. هذه ملاحظ على الناس الآن، لا يكاد يشتهر ظلم ظالم حتى يقمع، كذلك العاق لوالديه والعياذ بالله. فهذه من آثار عدل الله وحكمه بين عباده، يقضي بينهم بما يصيب الظلمة من المصائب والبلاء الذي يكونون به عبرة للمعتبرين. ولكن ليس كل ظالم يعاقب في الدنيا، قد يملي لبعضهم زيادة في عقوبته وتدخر له العقوبة يوم القيامة فتكون أشد من الذي يعاقب بها في الدنيا. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة. نعم، هذا هو المعنى الثاني للفتاح، وهو فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات مما يتعلق بأمر الدين والدنيا. أمر الدين ما يفتح الله عز وجل على بعض عباده من العلم والفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، وهذا أعظم فتح يفتح على المسلم، أن يرزقه الله العلم النافع ثم يوفقه للعمل بهذا العلم. وهذا الفضل هو الذي خص به الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، فأقرب الناس منزلة هم الذين شرفهم بالعلم، وهذا ميراث الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم فتح من الله، يوفق الله عز وجل بعض عباده له
ويفتح عليهم من المعارف والعلوم والفقه ما يتحقق لهم به معرفة الدين. والناس يتفاوتون في هذا العلم، فمنهم أئمة كبار وهم الراسخون في العلم. قال بعض أهل العلم في تعريف الراسخ في العلم، قيل هو الذي لا تخفى عليه مسألة ولا تشكل عليه مسألة، هذا الرسوخ في العلم. هؤلاء عرفوا أصول الدين والشريعة وعرفوا المسائل الجزئية، ورزقهم الله حسن النظر والاستنباط والاستقراء، فحصلوا الكثير من العلوم. وهذا العلم متنوع، منه ما يتعلق بالعلم بالله، ومنه ما هو متعلق بالعلم بالشرع. وهذا هو العلم النافع، علم بالرب المعبود، وعلم بالعبادة المشروعة. هذا هو العلم الممدوح التي دلت عليه الأدلة وأثنى الله على أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض المفسرين درجات في الجنة، الصحيح أن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. فالعز والتمكين ورفع الدرجات يوم القيامة كل ذلك من ثواب الله لأهل العلم. وكذلك ما يتعلق بأمر الدنيا، ما يفتح الله عز وجل على بعض الناس من المعارف والعلوم الدنيوية، من معرفة أسباب الكسب والرزق، وكل هذه الصناعات والحرف والمهن، كل ذلك من فتح الله عز وجل على الناس. هذا يفتح عليه في التجارة، وهذا يفتح عليه في الزراعة، وهذا يفتح عليه في باب آخر من أبواب الرزق. كل ميسر لما خلق له، ويرشدهم الله عز وجل إلى ما هم فيه من هذه الأعمال. وتجد بعض المختصين لديه معرفة وإدراك لما يقوم به من العمل، حتى يتعجب الناس من إتقانه. كل هذا من فتح الله عز وجل على الناس. وهذا الفتح العظيم وهذه الحضارة التي أثمرت هذه الصناعات وهذه التقنية، كل هذا من فتح الله على الناس. لكن فتح الدنيا عليهم قد يكون بسبب شقائه وبسبب بعدهم عن الله، كما فتحت الدنيا على الكفار وتفتح على العاصي فتنسيه نفسه وينسى دينه. ولكن هذا لحكمة الله عز وجل، يفتح من الدنيا على أصحابها مما قد يستعان به على الطاعة، وما قد يكون سببا للغفلة بل الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة، هنا سمى هذه الفتوح رحمة، سواء متعلقة بالعلم الشرعي الديني أو العلوم الدنيوية، لأنها تتحقق لهم بها مصالح وتقضي بها حاجات. فلا ممسك لها، أي لا ممسك لرحمته إذا أصاب بها من يشاء. وهذا مما يدفع الحسد، فإن بعض الناس لديه قصور في الفهم،
وكأنما يعترض على الله في قدره، فيحسد بعض من فتح عليه في باب من أبواب الخير. وهذا يشبه هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله عز وجل. وحسد الحاسد إنما يضره في نفسه ولا يضر المحسود، لأن الله عز وجل قضى بهذا الخير له، فالواجب على المسلم أن يحمد الله على ما رزقه ويقنع بما آتاه، ولا يحسد عباد الله مما يفتح عليهم من الرحمات ومن الخيرات، لأنه حكيم عليم فتاح عليم. فقارن بين الفتاح والعليم، وأن فتحه بعلم وحرمانه بعلم، يعطي هذا ويحرم هذا. قال في معنى الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب. أقفال القلوب يعني القلوب المقفلة، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني كأن هذه القلوب قد أقفلت ولا يدخلها شيء من الهدى والخير. فأقفال القلوب هو امتناعها من الفهم ومن العلم. فيسأل الإنسان الله عز وجل أن يفتح عليه أقفال القلوب وإغلاق القلوب حتى يكون مهيئا للخير، وهذا لا يكون إلا بالتضرع لله عز وجل. فالخير الذي عند الله لا ينال إلا بالتوكل عليه وببذل الأسباب في تحصيله، الأسباب المادية مع التوكل على الله. ولهذا ليس كل من درس وحمل الشهادات بل صنف الكتب وتلقب بأعلى الألقاب العلمية، ليس كل من حصل له ذلك حصل له العلم. العلم نور قد يقذفه الله في قلب رجل يحقره الناس، ولا يكون معه شهادات ولا ليس له جاه، لكن نور يجعله الله في قلبه يبصر به دينه ويعرف حاله ويسير في ما شرع الله له عز وجل، فيزداد في كل يوم من الخير. ولا شك أن الإنسان لا بد من بذل السبب، لا نقول أن الإنسان يتوكل ولا يعمل، بل لا بد من التوكل والدراسة والتحصيل العلمي. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول، وفي بعض الروايات: وببكور كبكور الغراب، يعني يبكر للعلم. كان يقف على أبواب الصحابة، ينام على أبوابهم حتى يخرج الصحابي فيسأله عن العلم، حتى حصل هذا العلم الغزير. ثم جلس للناس في مكة يعلمهم التفسير والحديث وأخبار العرب واللغة، له مجالس رضي الله عنه، يأتي أهل التفسير ويأخذون حاجتهم، يأتي أهل الحديث ويأخذون حاجتهم، يأتي أهل اللغة وأهل السير، كل ينهل من هذا النهر العذب. ابن عباس ترجمان الأمة وحبر الأمة. كان عمر يستشيره في قضايا الأمة وهو غلام صغير،
بما ارتفع ابن عباس بالعلم بالاجتهاد في طلب العلم وبالحرص عليه مع التوكل على الله عز وجل. ولهذا انتشر علمه وهو إمام المفسرين رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل مكة أعرف الناس بالتفسير لأنهم تلاميذ ابن عباس. فابن عباس كان كما لقب ترجمان القرآن، وقد ذكر مجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس كله، يقف عند كل آية فيفسرها ويبين معناها، فدل على معرفته بتفسير القرآن كله. ولهذا كثرت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن. فهذا هو العلم النافع الذي يرتحل لطلبه وتصرف الهمم في تحقيقه وتحصيله، العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. الإنسان يحتاج في نفسه إلى علمين: إلى علمه بالشرع وإلى علمه بنفسه. ومن لم يعرف هذين العلمين لابد أن يقع فيه أخطاء وأوهام. يعرف العلم الشرعي ويعرف منزله من الأمة فيقوم بواجبه، إن كان من العلماء تكلم وإن كان من العامة سكت وتعلم، ولا يبلغ به الجهل بنفسه أن ينزل نفسه منزلة العلماء والأئمة، ولا يبلغ به التواضع الذي قد يعرض لبعض أهل العلم وهو من الشبه أن يقصر عن واجبه الذي أوجبه الله عليه وعن منزلته التي أنزله الله إياه. أن كما تلاحظون الأمة الآن مبتلاة بأمرين: إما تقصير العلماء في البيان والعلم، وإما جرأة المقصرين، تقصير العالم وجرأة المقصر. هذه فتنة الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العالم يتكلم ويقول الخير ويبين الدين، والجاهل يسكت. فإذا تكلم الجهلة سكت العلماء بدعوى الورع، تواضع، تجرأ أهل الجهل فأفتوا الناس وضلوا وأضلوا. فلا بد للعاقل أن يعرف من هو، يعرف نفسه ثم يقوم بواجبه، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. الشيطان ينزغ للعلماء وللعباد، فقد يأتي للعالم ويزين له العبادة ويصرفه عن نشر العلم ليحول بين الناس وبين هذا العلم. وهذا ذكره ابن الجوزي، يقول: إنه كان له مجلس كبير يحضره خلق. كان ابن الجوزي من العلماء الذين لهم مجالس كبيرة يشهدها من يشهدها من الناس، كان جيد التدريس، حسن الوعظ،
وإن كان لديه بعض الأخطاء رحمه الله، فكان يقول أنه يحضر هذا المجلس خلق عظيم ويتوب الكثير منهم ويبكون ويذرفون دموع الندم ويرجعون إلى الله. فيقول مرة عرض له أن ينقطع إلى العبادة، يشتغل بالتأليف، فتنبه بعد ذلك أن هذا نزغ من الشيطان، يريد أن يصرفه عن هذا الخير إلى الانقطاع وترك الناس، وهذا هو الواقع. وابن الجوزي صاحب خبرة بالتلبيس، تلبيس إبليس، ولهذا ألف كتابه الفريد في موضوعه، قد استفاد منه الإمام ابن القيم كثيرا في كتبه، خاصة في إغاثة اللهفان. فالشيطان يعرض للعالم ويزين له العبادة حتى يصرفه عن نشر العلم، ويزين للعابد الدعوة والعلم حتى يوقعه في الفتن، كيد عظيم. فإذا عرف العالم واجبه واشتغل به، وعرف العامي والمقصر في العلم واجبه واشتغل به، في هذا خير. الدعوة إلى الله أفضل العمل، لكن لا ينبغي أن ينتسب إليها وأن يقوم بها من لا يحسنها. إذا كان هذا العمل هو أفضل العمل، فلا بد أن تنظر هل أنت ممن يحسن هذا الأمر أم لا. فهذه الأمور مهمة، وهو أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف واجبه الذي أوجب الله عليه. كذلك هناك معرفة أخرى، وهي معرفة الزمان الذي هو فيه. هل الزمن الذي أنت فيه زمن بدع وضلالات وفتن؟ فيقوم العالم بدوره في نشر العلم والسنة، تحذير الناس من البدع، أم أن الزمن زمن فسق يحتاج إلى وعظ وإلى إصلاح ما فسد من دين المسلمين، أم أن الزمن زمن علماء ينتشر العلم فيهم؟ فلا بد من مراعاة هذا. نحن في زمن فتن وفي زمن بدع، فلا بد العلماء أن يقوموا بواجبهم، أن ينشروا العلم وأن يدرسوا الكتاب والسنة والكتب النافعة حتى ترتفع هذه البدع. كما تلاحظون هذا الانفتاح الإعلامي والانفتاح التقني في المعلومات أورث الناس شبها كثيرة وعظيمة في الدين، فكل يجتهد بحسب ما يرى أن فيه مصلحة للأمة. في كل مرة تأتينا رسائل افعل كذا وقل كذا وانشر هذه الرسالة، ومن لم ينشر هذه الرسالة فيدعى عليه. هذا جهل، العلم لا يكون بهذه الطريقة، ولا نحتاج إلى اختراع وإلى مناهج جديدة في عبادتنا، الذين يضعون مناهج في القراءة، يقولون نجتمع في مجموعة كل يقرأ جزءا من القرآن، وإذا قرأ أرسل رسالة، قرأت جزء كذا، قرأت كذا من الآية من الآيات. هذه بدعة محدثة ما فعلها السلف، تحمل على الرياء والسمعة، وأن الإنسان لربما قرأ من أجل أن لا يقال أنه لم يقرأ اليوم. كان السلف يخفون عبادته، يقرأ فيما بينك وبين الله، دخر هذه القراءة لك عند الله، لا تسمع بعملك وتشجيع الناس، لا يكون بهذه الطريقة، وإنما بتذكيرهم بالنصوص في ثواب القراءة. الناس لا يتشجعون للقراءة عندما يرون فلان قرأ كذا وكذا، ولكن يرغبون في القراءة عندما ينبهون للثواب العظيم عند الله عز وجل. يقرأوا القرآن فبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف،
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما ثبت في حديث ابن مسعود. هذا الذي يرغب الناس في القراءة. وطرد هذه الفتنة أن يقال مجموعة للصلاة، كل من صلى ركعتين يرسل رسالة صليت ركعتين، ويأتي أناس يقولون مجموعة الصيام، كل من صام يوما يقول صمت يوما، تأتي مجموعة أخرى مجموعة الصدقة، كل من تصدق تصدق، فتصبح الأمة مرائية في صلاتها وفي صومها في قراءتها وفي ذكرها. ما كان السلف يفعلون هذا، ما كانوا يتفقون الليلة نقرأ كذا وغدا نقرأ كذا، وإذا اجتمع بعضهم ببعض كم قرأت. بل تميم الداري رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال كم وردك من الليل، قال يا بني أرأيت إن كنت رجلا قويا وأنت ضعيف فتحمل ضعفك على قوتي فتنقطع، أو كنت رجلا قويا وأنا ضعيف فتحمل قوتك على ضعفي فتقصر. انظروا إلى هذا الفقه، هذا القياس الذي يفعله بعض الناس، كم قرأ فلان أنا سأقرأ مثله، كم صلى أنا سأصلي مثله. هل تنظر إلى الناس وانظر إلى ما تطيق؟ هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الأمة تحتاج إلى مواقف عظيمة في وجوه هذه البدع المنتشرة حتى لا تفتن الأمة في دينها، فتنة الخروج والتكفير والتفجير وقتل الآباء والأمهات والقرابات، كيف انتشرت بقصور في البلاغ والبيان وبجرأة أهل الشر في زرع الفتنة. لا بد للعلماء أن يقوموا بواجبه، ولا بد للعامة أن يرجعوا للعلماء أهل العلم والنظر وأهل الفتوى، لا ترجع في العلم إلى كل واعظ وقصاص. والناس اليوم إلا من رحم الله لا يفرقون بين القصاصين وبين العلماء الربانيين. لا بد أن نفقه ونعرف منزلة العلماء بالشرع الذين ضبطوا أصول العلم وأصول الشريعة وعرفوا الأحكام، تجردوا في نصرة الحق، وبين قصاصين يجيدون الوعظ ويجيدون التأثير في الناس، وقد يكون لبعضهم أساليب مؤثرة وحفظ الشواهد وللأدلة، لكن من غير فقه ومن غير فهم. وفي حديث معاوية الذي هو في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يحفظ الكتاب والسنة، يفقهه في الدين. العبرة بالفقه في الدين. علماؤنا الكبار ما كانوا يتعمدون هذه الأساليب المؤثرة والأصوات المنغمة والتأثير في عقول الناس، لما كانوا يعرضون المسائل بأدلتها، هذا حكمه كذا والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال التابعون قال الأئمة الراسخون، هذا سبيله. ولهذا العلم ثقيل لا يقوى عليه من يريد تلك المجالس التي يجدون فيها لذة لما يلقى على أسماعهم من تلك الأساليب المؤثرة. حتى الآن أصبح يدعى التجديد في الدعوة، التجديد في الخطاب الديني. أي تجديد؟
هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي تجددون فيه؟ وهذه السنة وحي من رب العالمين، ما الذي تجددون فيه؟ الجديد في الدين مذموم. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: عليكم بالعتيق. العتيق هو الدين الذي ورثناه عن السلف. الجديد في الدنيا ممدوح: ثوب جديد، سيارة جديدة، بيت جديد، يفرح الناس به. أما الدين لا، الدين الجديد مذموم. عليكم بالعتيق، عليكم بسيرة السلف لا بما أحدث الخلف. هذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة. لا يمكن للأمة أن تخرج من هذه الفتن إلا بالرجوع للعلماء، وقبل ذلك لا بد أن يكون للأمة فرقان يفرقون بين أهل العلم وبين القصاصي وبين الوعاظ، فيرجعون للعلماء في الفتوى ويحملونهم هذه المسؤولية التي حملهم الله إياها وخاطب العامة بها، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها ضوابط عظيمة: فاسألوا أهل الذكر، هؤلاء هم المسؤولون، إن كنتم لا تعلمون، هذا حال السائلين. فدل على أن الذي يسأل هو العامي والذي لا يعلم، والذي يسأل هو صاحب العلم صاحب الذكر. ما قال اسألوا الوعاظين والقصاصين والفصحاء البلغاء، قال فاسألوا أهل الذكر. والذكر هو القرآن والسنة والعلم، أهله الذين انتسبوا إليه وضبطوه اشتغلوا به وأمضوا أعمارهم فيه، حولهم الذين يرجع إليه. الآن كل التخصصات محترمة، الطب لا يفتي فيه إلا من يحسن الطب، وكذلك سائر المهن والحرف يرجع فيها للتخصص. لا يوجد رجل عاقل يريد أن يبني بناية ضخمة يذهب لطبيب ليعمل له مخططات، أو إنسان مريض يذهب إلى مهندس كهربائي، أو إنسان يريد التجارة يذهب إلى فلاح. يدرك الناس هذا، فلماذا العلم يتجرى عليك كل متجرد؟ الطبيب يفتي والمهندس يفتي والتاجر يفتي والمرأة تفتي، والفتوى ليست في أمور سهلة، في النوازل في الأمور العظيمة. ومع وجود هذه الوسائل ازداد الشر بنشر هذه الفتاوى وهذا الكلام بين الناس، فبقيت هذه الأمة على هذا الحال من الخوض في العلم بغير برهان وبغير دليل. أيضا ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يخص بعض عباده ببعض الأحوال الربانية في العبادة، كذلك كما أن الله يفتح في العلم يفتح في العبادة، فقد يفتح على بعض الصالحين بابا من أبواب العبادة، بابا في الصلاة في القراءة في الذكر في الصدقة في عبادة من العبادات، يجد نفسه منشرح بهذه العبادة ويفرح بها ويؤديها وهو مطمئن القلب منشرح الصدر بهذه العبادة. ولهذا الفتوح في العلم وفي العبادة وفي التوفيق لكثير من أنواع الطاعات والعبادات. نعم. السلام عليكم.
قال رحمه الله تعالى: ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، وييسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة. أيضا من معنى الفتاح ما يفتحه الله من الأرزاق على عباده مما يفتح لهم من أسباب الرزق وأسباب والمعرفة بالحرف والمهن. كما تلاحظون كل ميسر لما خلق له، هذا يفتح عليه في حرفة تعجب الناس من إتقانه لها، وهذا يفتح عليه في حرفة أخرى أو في باب آخر. كل ذلك مما يدخل في الفتاح، وقد يرزقهم من غير سبب بأن ييسر لهم الأرزاق وييسر لهم الأموال والثمار من غير سبب منه، بالهبات والعطايا وما يمن الله به على عباده. فهذا من معنى الفتاح، مما يدخل في معنى الفتاح ما يفتحه الله من الأرزاق ومن توفر المعيشة ومن سد حاجة الإنسان، إما بسبب يعلمه الله إياه، وإما برزق يرزقه الله عز وجل من غير أن يبذل سببا فيه. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. ثم إليكم على ذكر الوعظ وأنه منصب العلماء، كان سبق كتبت مقالا في هذا، ومن جملة ما ورد في المقال ما قال ابن الجوزي رحمه الله: كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء. قاله في تلبيس إبليس، وذكر في كتاب القصاص المذكرين: لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم. وقال في صيد الخاطر: فقال الواعظ كل شيء لجهله بالتصحيح، ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم. وفي تاريخ دمشق بإسناده عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر ألا يعظ إلا من أذن له. نعم، لا شك أن هذا دليل أن الوعظ أنه عظيم، وقديما إنما كان يعظ العلماء، ولهذا سيد الوعاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، كما جاء في حديث العرباض بن الساري قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. كذلك العلماء كانوا يعظون الناس، والوعظ هو أحد المسالك الشرعية في الدعوة إلى الله، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا كما ذكر ابن الجوزي في ذلك الزمن إنما يعظ الناس العلماء الذين عرفوا العلم فنون العلم، وإلا في الوعظ من غير فقه قد يحمل الناس على القنوط، وقد يحملهم على الرجاء الكاذب. فالوعظ يرجع إلى أصول. سمعت مرة شريطا لأحد الوعاظ المتأخرين يتكلم عن النفاق ويعظ الناس فيه، والذي يسمع هذا الشريط يخرج منه بفائدة أنه ما بقي صادق لهذه الأمة، كأن الناس كلهم دخلوا في النفاق. هذا أمر خطير. نعم، يعظ الناس يبين لهم خطورة النفاق، لكن لا يغرس في نفوسهم أن الإخلاص ذهب وما بقي إلا اسمه، ويأتي ببعض النصوص يحملها ما لا تحتمل، فهذا يحمل الناس على القنوط واليأس. وبعض الناس يتكلم في الرجاء
ويأخذ بعمومات الأدلة في ثواب من قال لا إله إلا الله ويعطيهم الرجاء الكاذب يجرئهم على المعاصي. فالواعظ لا بد أن يكون فقيها أولا بحال من يخاطبه، إذا كان يخاطب طلاب علم لهم خطاب، خاطب العامة لهم خطاب، وناس لديهم بدع يخاطبهم بخطاب يناسبهم، لا يخاطب الناس. بعض الناس تلمس من سؤاله أن لديه قنوط، فهذا يحتاج أن تعطيه الرجاء حتى يحصل له اعتداء. بعض الناس لديه جرأة ورجاء كاذب، فهذا يحتاج أن يخوف. فالوعظ لا يقوم به إلا عالم، ولهذا كما ثبت في الأثر وفي غيره عن معاوية أنه نهى أن لا يقص إلا مأذون له، في بعض الروايات لا يقص إلا أمير أو مأمور، إما أمير كان الأمراء أهل العلم أو مأمور من الأمير. وهذا فيه شاهد أن تنظيم الدعوة وكون الدعوة إنما تكون بإذن من ولي الأمر هذا له شواهد في الشرع، حتى لا يتجرأ الناس ويتكلم من لا يحسن فيكون فتنة للناس. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل الفاتح من أسماء الله تعالى وهل يجوز التسمي به؟ لا، الاسم هو الفتاح، فما تقدم أن أسماء الله عز وجل حسنى، فالفتاح أبلغ من الفاتح. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في استعمال مثل هذه العبارات الذوق والأحوال وما شابه؟ الذوق من العبارات معروفة عند الصوفية، لكن شيخ الإسلام قال الذوق الشرعي ما جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا كان المقصود الذوق هو ما جاء في النص، وهو أن يجد المسلم حلاوة الإيمان بما حقق من شعب الإيمان، فهذا ذوق شرعي. إذا كان المقصود الذوق الذي يدعيه من يدعي الولاية وأنه يحصل لهم أذواق معرفة بالعلم من غير طريق الشرع، فهذا باطل. ما انحرف عن الدين إلا بسبب الذوق والوجد، والوجد يقولون ما يجده الولي في حال خلوته من الفتوحات وهي ضلالات. فهذه قد تستخدم في الشرع، ولكن استخدامها على الإطلاق الذوق الوجد على هذا ليست مشهورة في كلام أهل العلم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: مما ذكر في تعريف الراسخ في العلم قال: من يثبت أيام الفتن بما رزقه الله من العلم ولا يشترط أن يكون عالما. هذه من أثار الرسوخ، من أثار الرسوخ يعني أن يثبت في الفتن، وهذا من توفيق الله لمن وفقه. لكن الذي يثبت في الفتن قد يثبت العباد صالحون بما عصمهم الله به من الفتن ولا يكون عالما. وأنا أذكر رجلا صالحا في هذا المسجد من قديم يقول: لما خرج جهيمان يقول: جاءوني فدعوني للخروج معهم، فقلت له: هل أذن لكم ولي الأمر؟ قالوا: لا. قال: أنا لا أخرج إلا بإذن من ولي الأمر. فيقول: فعصمني الله بهذا فتركوني. فهذا من توفيق الله، النجاة من الفتن قد يكون رجل صالح عابد يعصمه الله بعبادته، ولا يلزم أن يكون راسخا. لكن التعريف الصحيح للرسوخ في العلم هو كما قال العلماء: الذي لا تشكل عليه ولا تشتبه عليه مسألة، لأنه عرف العلم ولا يلزم معرفة الجزئيات والإحاطة بكل شيء، لأن هذا العلم ما ناله أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا العلماء من أهل الحديث وغيره. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو
ولا الإحاطة بجزئيات المسائل هذه ما نالها أحد، ولكن للعالم من الأصول والقواعد ما يعيد به الفروع إلى أصولها، وهذا من الرسوخ في العلم. ولهذا الإنسان عليه أن يتعلم التأصيل، يتأصل في العلم، يعرف مقاصد الشريعة العامة، ويعرف أركان الإيمان، يعرف أركان الإسلام، يعرف مقاصد الشريعة في التيسير وحدود التيسير الذي جاء به الشرع، يعرف مقاصد الشريعة في الموازنة بين المصالح والمفاسد. كم من فتنة وقع فيها أصحابها بسبب عدم الفقه بهذا الجانب، فيهدموا أصولا بدعوى تحقيق مسألة. ولربما سعى بعض أهل البدع إلى غرس فتنة في بلد من بلدان المسلمين بدعوى التغيير على الحاكم، تغيير على الحاكم إن حصل بالنصح والتوجيه هذا هو المقصود، وإن لم يحصل بذلك فما فاسده أعظم من الفتن التي تقع الآن بانتشار القتل والهرج في بلاد المسلمين، كما لاحظتم في بعض البلدان الإسلامية والعربية التي دخلت في هذه الفتن وما استطاعت أن تخرج منها. كيف دخل هؤلاء؟ يصور لهم الشيطان هذا الحاكم لديه قصور، إذا خرجتم عليه ستولون حاكما عدلا مثل عمر بن الخطاب، غرور وعجب. وهذا طيش الشباب وليست رسوخ العلماء. المجتمع الذي وجد فيه أولئك الحكام مجتمع قريب من حال الحاكم شئنا أم أبينا، ولا تكلم عن عموم المسلمين، لا يزال في المسلمين خير، لكن عامة الناس هم كذلك في عامة بلدان المسلمين، كما تكون يولى عليكم. وهذا الأمر ذكره علي رضي الله عنه لمن أنكر عليه، قال له لما لم تسر في الناس سيرة الشيخين؟ قال كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك، فلو أراد بعض الحكام أن يقيموا العدل بأولئك الأنصار والأعوان ما استطاعوا أن يقيموه، لأن الحاكم لا يحكم بمفرده. فالحل ما هو؟ الحل هو إصلاح الأمة بالدعوة إلى الله وإصلاح المجتمعات الإسلامية، وعند ذلك سيخرج الحكام والأمراء والملوك من هذا المجتمع، كما حصل في هذا المجتمع لما بدأت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بترسيخ العقيدة والتوحيد في نفوس الناس، خرجت هذه الدولة وظهرت هذه الدولة ظهورا عظيما على غيرها بما أقاموا من دين الله عز وجل. ولا يزال الخير في هذا البلد لأنه رسخ فيه العلم الشرعي، العلم بالتوحيد. حكامنا ووزراؤنا وعلماؤنا على هذا النهج، ولا نقول ندعي العصمة لأحد، لكن المجتمع قريب من الخير، فيجب على عموم الدعاة أن ينشروا التوحيد والعقيدة الصحيحة والعلم الشرعي في بلدان المسلمين. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول على ذكر آية ما يفتح الله للناس من رحمة، يقول السائل بعض القراء يتحرج من ترقيق اسم الجلالة، فهل له وجه في ذلك؟ كل ما دلت عليه القواعد التجويد ودلت عليه الطريقة المعروفة عند القراء لا ينبغي الإنسان يتحرج من شيء، لأن اللفظ وهذه التلاوة وهذه القراءة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. هذا السائل يقول مما شاع وانتشر ما يلصق على أماكن الانتظار
من قولهم دقائق الانتظار املأها بالاستغفار، وكذلك الرسائل التي تذكر بصوم الاثنين والخميس عبر وسائل الاتصال، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، هذا فيه تذكير للناس، هذا فيه تذكير للناس، تذكير بالمشروع لا بأس به. نعم. ثم إليكم هذا السائل يقول: ما الراجح في مسألة التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن في صلاة التراويح؟ كيف؟ التكبير، التكبير الله أكبر، يعني بين كل سورة إذا افتتح يكبر ثم يقرأ السورة. أي هذا ورد يعني عن بعض القراء أنه يفصل بين كل سورة وسورة بالتكبير أو بالبسملة. نعم. ثم إليكم هذا السائل يقول: عندنا في بلدنا يقرأ بعض العوام سورة الإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين في صلاة التراويح استدلالا بحديث الذي جاء فيه إني أحبها، يقول السائل: فهل يدخل هذا في البدع الإضافية جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ذكره ابن وضاح في البدع المنهي عنها، وهو أن هذا الرجل فهم السلف والعلماء أنها حالة خاصة، كان رجل يردد هذه السورة سورة الإخلاص، سمعه رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن، قال: أحبك الله بحبك لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا لم يفهم من العلماء أن هذه تكون سنة يقرأ في آخر في الركعة الثانية بعد قراءة شيء من القرآن بهذه السورة، وكل ما لم يشع في العلماء ويرد في كتب السنة ويشتهر بين الناس ولا يكون عليه عمل الأمة لا ينبغي الاجتهاد في الفهم بعد هذه العصور. ونقول أن هذه من السنن المهجورة أو من السنن التي دلت عليها الأدلة بل ينبغي تركها، لكن إن فعلها بعض الناس أحيانا لا يشدد عليه، لكن أن تلتزم ويدعى أن هذه سنة دائما معتبرة ويقرأ الإمام في صلاة التراويح في كل ركعة، هذا لم يعرف عن السلف. نعم. صلى إليكم، لو يفعلها الإنسان في خاصة نفسه، لو يفعلها في خاصة نفسه أحيانا أو أحب أن يقرأ كثيرا بسورة الإخلاص في صلاته لا بأس. صلى إليكم، هذا السائل يقول: إذا أثنى الإمام في الوتر في قنوت الوتر على الله سبحانه فماذا نقول؟ هل نسبح الله أم نؤمن؟ إذا سبح الله أو أمن، لأن هذا من جنس الدعاء، لو أمن عليه أو سبح الله الأمر واسع في هذا. نعم. صلى إليكم، هذا السائل يقول: لو تذكرون لنا نصيحة مختصرة للمعتكفين، وهذا يقول خاصة ما يتعلق بالكلام الكثير الجانبي أثناء الدروس وكذلك قطع الصفوف والتضييق على المصلين بالنوم وما شابه جزاكم الله خيرا. نعم، الاعتكاف له آداب، وهو انقطاع للعبادة، لا يجوز التحلق كثرة الكلام، فرق بين النزه وبين الاعتكاف، الاعتكاف شرع للانقطاع للعبادة، يستعين بالله ويقبل على العبادة ولا يكثر من الجلساء وكثرة الأحاديث التي تخرجه عن مقصده. كذلك يجب مراعاة حقوق المسلمين، فلا يضيق عليهم في وقت الصلاة، كما نلاحظ إذا أقيمت الصلاة والأرض كلها ممتلئة بالسجاجيد والشراشف والناس لا يدرون أين يصلون، ولربما أراد الرجل أن يتم الصف فقدر أنه لإنسان ذهب يتوضأ سيأتي، تبقى الصفوف فيها خلل وفرج، هذا لا يليق. إذا أقيمت الصلاة كل من له سجادة وله شرشف أو في مكان يعتكف فيه يرفع هذا حتى يصلي الناس، بعد ذلك وقت النوم هو أولى بمكانه، فنراعي هذه الأمور. الاعتكاف ينبغي أن يكون عونا للمسلمين على عبادتهم وصلاتهم، لا أن يكون سببا لإعاقة الناس في صلاتهم. الصلاة قد تكون واجبة،
الصلوات الخمس والعناية بها أعظم من الاعتكاف المستحب. كذلك مراعاة أيضا القرآن، فإننا نلاحظ كثير ممن يأخذ المصاحف يجعلها أمامه والناس في صلاتهم، هذا يركع ويسجد فوق المصحف، وهذا يمر فوق المصحف والمصحف على الأرض. قال له أعد المصحف، قال أريد أن أقرأ. تقرأ أعده وخذه بعد ذلك من مكانه، ويجعل بين الأمتعة ويجعل في أماكن لا تليق، هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلمين أن يفعلوا هذا بكتاب ربه كلام الله الذي أنزله إلينا وتكفل بحفظه. فتعظيم القرآن ورفعه الرفع الحسي والمعنوي هذا من تقوى القلوب ومن قوة الإيمان، والحذر كذلك من تلويث المصاحف. بعض الناس يأكل بيد والمصحف في يد، وقت الأكل ليس هو وقت القراءة، إما أن تأكل أو تقرأ. بعض الناس يضع إصبعه في ريقه يقلب صفحات المصحف، تجد أثر الطعام في المصاحف، هذا لا يليق. فالمعتكف عليه مسؤولية، وهؤلاء المعتكفون الأصل فيهم أنهم من كبار العباد، لأنهم دخلوا في أمر عظيم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، سيد المتقين وسيد العباد، فهم يتأسون به، فيجب عليهم أن يكونوا على هديه وعلى أخلاقه وعلى سمته وعلى أحواله في الاعتكاف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.